احنا اليوم في دفن واحد الهرم واحد رجل من طينة نادرة كرس الحياة ديالو كلها لشيئين اثنين: وطن عزيز وشعب كريم. كان الهم ديالو الكامل هو اولا استقلال الحقيقي للمغرب، ومن بعد الاستقلال كانت مرحلة أخرى من الحياة ديالو ديال النضال السياسي، نضال من أجل أولا وقبل كل شيء الديمقراطية وسيادة الشعب، ثانيا الكرامة الاجتماعية وأن يحصل المغاربة جميعا على حقوقهم كمواطنين وليس كرعايا. سي محمد بن سعيد ايتي الدر الذي فقده الشعب المغربي اليوم هو هامة كبرى من هامات جيش التحرير، وكذلك من قامات المقاومة الوطنية من أجل الاستقلال، وعانى طيلة حياته سواء في فترة الاستعمار أو بعد الاستقلال من المتابعات ومن الاضطهاد، وعاش المنفى وعاش المحاكمات الصورية، ومع ذلك يسجل للرجل أنه ظل شامخا ثابتا متشبتا بمبادئه التي تربى عليها، مبادئ الوطنية الحقة التي قال عنها أحد المفكرين المغاربة على إذا ما لم تخني الذاكرة، اللي هو عبد الله العروي أطال الله عمره. عبد الله العروي قال: نفتقد قادة يتوفرون على حس وطني أكثر من أي شيء آخر. رحم الله الفقيد، فقيد الشعب، فقيد الحركة الوطنية، فقيد القوة اليسارية والديمقراطية في المغرب، الفقيد السي محمد بن سعيد، ورزقه الفردوس الأعلى وألهمنا جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يوم تاريخي ينضاف فيه السي محمد بن سعيد ايتي الدر قائمة الشهداء تاع المغرب تاع الوطن العربي والمغاربي. السي بن سعيد ايتي الدر يعني شامخ بمبادئه، بعطاءاته، بتضحياته الجسام، يعتبروه من القلائل تاع المناضلين اليساريين اللي دافعوا على البلاد بالكفاح المسلح، بالمقاومة، بالنضال المستميت، ضحى بحريته، ضحى بوقته من أجل هذا الوطن الحبيب. السي محمد بن سعيد ايتي الدر رفيق درب جميع المناضلين والمناضلات اليساريين، أعطى الكثير وترك منجزات كثيرة من كتب ومحطات نضالية ومبادئ عامة، أدلى بدلوه في 20 فبراير للشباب وأعطى رسائل كثيرة للشباب في 20 فبراير. اليوم يودعنا ونعتبره لازال حيا بجميع هذه المنجزات، من آخر المقاومين في البلاد، ربما هو آخر لائحة التي تموت اليوم، ولكن كنعتبروه شهيد للحرية، شهيد للكرامة وللمساواة، كان في الدفاع المستميت على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وكان معطاء وحنونا مع رفاقه ورفيقاته في كل المواقف، كان دائما يعطي الكثير ولا يبخل بأفكار، بمساهمات يعني حتى على المستوى المادي، فهو من أطيب خلق الله. نتمنى أن يكون مثواه الجنة، وبأفعاله هاته وب يعني إنجازاته هاته نعتبره مع أهل الجنة. فتحية لكم، ونتمنى الصبر لجميع أهله ورفاقه ورفيقاته، فهو إنسان جد متميز، نتمنى أن يكون خلفا مثله في شباب المغرب وشاباته،
وهذا يبقى من المتمنيات، لأنه من الطينة يعني طينة نادرة جدا نادرة جدا، لأنه هو مبادئه فوق كل شيء، فمبادئه العامة كانت هي النزاهة، هي الاستقامة، هي اليد الممدودة، هي السعي إلى الصالح العام. من القلائل في المناضلين واليساريين الذي لا يفكر إلا في الصالح العام، كل ما يتعلق بالصالح الخاص فلا يتدخل فيه نهائيا، حتى مع أولاده لم يكن يوما ليمد أو ليتكلم عن أحد من أجل أن يتدخل لصالح أسرته أو أبنائه، أو إلا إذا كان هناك صالح عام فيكون شرسا في الدفاع عن هذا. ولعل أخير دليل هو من أنقذ مناضلين ومعتقلي تزمامارت يوم فجر قنبلة تزمامارت من داخل برلمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد بالغازي الأمين العام لحزب الشور والاستقلال، على إثر هذا المصاب جلل الذي ودعنا فيه شخصية من طينة سيد محمد بن سعيد أيتي الدر، هذا الرجل الوطني الغيور على مبادئه وأفكاره، رجل مقاوم، رجل أفكار، رجل مبادئ، إنه رجل كما كان لازال إلى أن لقي ربه راضيا مرضيا، فالكل يشهد له بدمات خلقه وحسن معاملته ومعاشرته بشهادة الجميع. وعلى إثر هذا المصاب جلال نتقدم إلى الأسرة اليسارية بأحر التعازي والمواساة، سائنا الله تعالى أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويمسكنه فسيح جناره مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم كافة الأسرة الصغيرة والأسرة الكبيرة للفقيد بجميل الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.